السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم إن شاء الله بنشرح الدرس الثاني من اللي هو Chapter 4 Elasticity. طيب بسم الله. طيب في الدرس اللي راح أخذنا كيف إن بعض خلنا نقول Solid Objects تتمدد وصل لها Stretch وصل لها أيضا Strain إنها تنشد أو إنها تقدر تنضغط. طيب ف تطرقنا الى موضوع اللي هو اللي يتعلق بالاشياء الستيف اللي هي الاشياء القاسيه، كيف انها يصير لها ستريتش، يصير لها كومبرس، لكن بحدود يعني بسيطه جدا، قد تكون بسيطه جدا يعني، فيعتمد على الماده هل تكون هي قاسيه او مرنه او لينه، وتقدر بشكل يعني بشكل سهل او بشكل صعب يصير لها ستريتش او كومبرس. طيب قال لي هني استيرود استريتش by a force. طيب فإذا قلنا وش اللي يسبب لي stretch force. طيب the figure in the graph في versus له of force F versus the change delta L in the rod's length from the start of the stretch until the rod finally breaks. فإذا هني في الجراف قاعد يبين لي من بداية stretch إلى وشو إلين breaking point اللي هي خلاص هذا الرود انكسرت. طيب from the graph explain the following terms. طيب الحين نجي الى هذا الشكل. طيب وش هني زي ما نشوف ان عندي اربع اشياء. طيب عندي اول حاجه خلنا نسميها A زي ما هوني حاط لي، زين A عندي linear region بعدين elastic region بعدين عندي وش بعد elastic region عندي elastic limit واخر شيء عندي breaking point. طيب linear region، طيب حين linear region احنا من الملاحظة نقدر نشوف انها وش هو خط مستقيم. طيب نشوف انها خط مستقيم، طيب خط مستقيم يبدأ من الصفر وينتهي عند نقطة محددة. طيب وني اعطاني الاسلوب كي كي نذكره من الدرس اللي راح، وش هو اسلوب اللي هو spring constant. طيب اللي هو يختلف من مادة الى مادة. طيب اللي هو عفوا الـ force is directly proportional to the delta L أو التغير في الـ اللي هو في الـ displacement، تغير في الـ طول هذا الـ road أو الـ cable أو أي شيء كان proportional. طيب إذن علاقتها طردية زي ما أخذنا في الدرس اللي راح. طيب هذه في الـ linear region، فإذا وش نقدر نقول عندي F وعندي عندي F عندي delta L وعندي slope لو سوى شو K كونست اللي هو الـ K لو spring constant. فوش بنقدر نقول في linear region أنا قاعد أطبق hooks law. طيب أنا قاعد أطبق hooks law في linear region. طيب خلصت من linear region زي ما شفنا linear من اسمها، زين خط مستقيم عندي slope والعلاقة طردية بين القوة وبين اللي هو delta L أو change in length. طيب في elastic region، elastic region نشوف إنه وش هو بدي يميل شوي، هذا المنحنى اللي كان عندي بدي يميل شوي بدي يميل شوي. فوش قال لي هني على هذه الريجن؟ قال لي if force is not linear in the region but the road will return to will return to original length. انزين فاذا وش يقصد هني؟ يقصد هني ان كل ما انا زدت بعد نفس الشيء كل ما زدت هذه القوه وش بيصير عندي؟ ما بيتغير، ما هني العلاقة صارت مو طرد يا ساتر، زين مو طردية، زين العلاقة مو طردية هني بين الاف والدلتا، زين صح قاعد يزيد. قال وشو but the road will return to the original length. زين احنا صحيح كل ما زدنا زين بيزيد شوي لكن مو العلاقة الطردية زي اللي قبل في الهوكس لو. طيب وايضا وشو عادي انه يرجع اذا شلنا هذه القوة عادي انه يرجع to الاوريجينال لينث او الاكوليبريوم. طيب بعد الالاستيك ريجن نجي الى الالاستيك ليميت. زين الالاستيك ليميت وش يقول؟ زين احنا شفنا هذه الريجن الالاستيك ريجن صغيرة، زين فنهايتها وش الالاستيك ليميت؟ زين الالاستيك ليميت وش يقصد بالالاستيك ليميت؟ بيوند هير، زين يعني بعد هذه المنطقة او بعد هذه النقطة the road becomes permanently deformed. permanently معناها وش؟ دائم وdeformed يعني خلاص زين تغير الشكل حقه، زين ما يقدر يرجع الى الاكوليبريوم، ما يقدر يرجع الى الاوريجينال لينث. زين
بعد الإلاستيك ليميت احنا زدنا القوة صحيح بيزيد شوية عندي اللينث زين بيزيد التغير في اللينث لكن يوصل إلى مرحلة خلاص ما يتحمل إنه يصير في أي تمدد فهني نروح إلى مرحلة breaking point خلاص ينكسر هذا أي حاجة الكابل واير أي شيء ينكسر نزل إلاستيك ريجن قلنا هذه وش شيء هذه بالنسبة إلى بي وسي عندي إلاستيك ليميت خلاص بعدها ما يقدر يرجع إلى الأوريجينال لينث وآخر شيء عندي breaking point هي المرحلة اللي ينكسر عندها هذا الكابل أو السولد أوبجكت طيب عندي حاجة اسمها تنسايل سترينغث وشو هذه الحين بنشوف زين for a rod or cable of a particular material the tensile strength is the largest stress is the largest stress that the material can sustain before breaking فوش معناها قال أقصى ضغط largest stress أقصى ضغط تقدر تتحمل هذه المادة قبل ما تنكسر زين فإذا عندي tensile strength وش تساوي الـ F max largest stress زين معناها أعلى قوة على وشو على وحدة على وحدة اللي هي مساحة السطح اللي هي cross section area بتكون متر تربيع فإذا نيوتن على متر تربيع بتطلع لي وحدة tensile strength اللي هي نيوتن لكل متر تربيع هذه وشو تتغير بتغير المادة زي ما نشوفني البولي بروبلين عندي كم 20 × 10^6 glass زين كاس ايرون ألمنيوم ستيل كل هذه تغير التنسل ثينك تغير مع تغير المادة طيب الحين قال لي question 1 the region in which the rod obeys Hooke's law يعني وشو في أي مرحلة من هذه أو فيها أي منطقة من هذه المناطق أنا أقدر أطبق Hooke's law أنا قلت لكم طبعا زين Hooke's law هذا الرقم الرسمين بعد Hooke's law قلت لكم أنا غششتكم هالإجابة بس إحنا خلاص عرفنا إنه وشو في linear region ليش في linear region لأن العلاقة طردية زين خط مستقيم عندي سلوب محدد فبقدر أجي منه spring constant له ال k طيب الحين طبعا Hooke's law وشو Hooke's law قبل ما نروح Hooke's law if spring تساوي k في دلتا x او دلتا l ما تفرق زين نجي لسؤال ثاني قال the young modulus of a wire of length l and radius r is y طيب فاذا قال لي الحين عندي واير كم اللينث حقه l ما اعطاني قال لي l مجهول زين والراديوس اللي هو نصف القطر r قال لي وش اليونج modulus حقه y الحين قال لي اذا هذا نفس الواير وش سوينا فيه اخذنا او قللنا منه قللنا طول حق اللينث الى ثلث الطول الاصلي والراديوس اللي هو نصف القطر قللناه الى نصف الراديوس الاصلي فاتس يونغ مودولس ويل بي هل اي ما بيتغير هل بي بصير 4 واي على 3 على 3 او سي 3 واي على 4 اور دي 12 واي وقفوا شوية وبعدين تعالوا جاوب انزل الحين انا وش القانون اللي عندي انا الحين القانون اللي عندي حق اللي فيه اللي هو الواي وش يساوي اف على اي يساوي لي واي دلتا ال على ال هذا القانون صح هذا القانون لكن وش الاشياء المتغيرة فيه الاشياء المتغيرة فيه انا اقدر اغير الضغط اقدر اغير شو اسمه ال cross section area أقدر أغير الطول بناء على الطول بيتغير وشو التغير في stretch أو التغير في الطول زين stretch أو الكومبرس زين لكن في حاجة أنا ما أقدر أغيرها إلى مادة محددة إلى المادة نفسها من المادة نفسها إلى المادة نفسها أقدر أنا أغير كل هذه الأشياء إلا اليونج مودولس ما أقدر أغيرها زين فهني وشو هني ما قال لي إن الواير تغير المادة ما تغيرت طيب لو المادة تغيرت أنا بقدر أسوي هذه الحسابات لكن المادة ما تغيرت فبيكون الجواب وشو واي نفسه الماتيريال نفسه ما تغيرت أنا قلت لكم من الدرس اللي قبل بعد إن الواي تحدد بالمادة مو بهذه العوامل زين فالجواب بيكون إيه واي نفسها ما بتغير واي
حتى لو غيرنا كل هذه العوام. طيب الحين جاي يبغى يربط لي هذه الأشياء زين هذه كل هذه أشياء بيولوجية biological materials. طيب the figure shows the stress versus strain. زين stress اللي هو شو الضغط versus strain اللي هو الشد. Graphs for steel and spider silk اللي هو خيط العنكبوت. طيب from the graphs compare between the stiffness زين stiffness and the breaking point. طيب انا كيف اقارن الستيفنس؟ الستيفنس يقصد بها القسوه زين القسوه حق هذه الماده او القساوه او اللي يصير زين قساوه ان حاجه يعني شديده زي ما نقول. طيب لما اجي نقارن بين هذول المادتين الستيل والسبايدر سيلك نشوف انهم بدوا من نقطه واحده صفر. طيب لكن سبايدر سيلك قاعد يتمدد زين قاعد يتمدد بسهوله زين يصير له سترين زين سترين وش عشان اذكركم دلتا ال على ال التغير في الطول على الطول الاصلي زين والستريس اللي هو الاف على اي زين اف على اي. طيب فوش الفرق هني سترين زين انا اكتب لكم هني سترين سترين وشو سبايدر سيلك خلينا نقول سبايدر بكتب سبايدر اختصار للسلك اعلى من وشو الستيل. طيب السترين نشوف ان السبايدر سيلك عنده قابليه اعلى قابليه اكثر انه يصير له تمدد زين او يصير له شد. لكن الستيل نشوف انه جدا بسيط التغير زين جدا بسيط التغير. لكن البريكنج بوينت عند الستريس اثنينهم يوصلوا الى مرحله معينه من الستريس بعدها اثنينهم خلينا نقول ينكسرون زين طبعا السبايدر سيلك ما ينكسر بس وش نسميه ينقطع زين الستيل نقدر نقول ينكسر زين او هم زين انه خلاص breaking point break زين يتكسر. طيب فوش نستنتج من هني الحين breaking point نفس حقهم ثينهم نفس الشيء لكن السترين مختلف بينهم. فاذا وشو الستيل واضح انه stiffness الستيل واضح انه stiff زين الستيل الستيل بيكون وشو stiff زين ستيف زين ستيل بيكون ستيف والسبايدر سيلك بيكون عبارة عن سبايدر سيلك بيكون اللي هو سوفت. طيب اللي هو يعني يكون لين أو ما هو قاسي مرة. طيب لكن breaking point نفسها breaking point سبايدر سيلك عنده it's come equal زين يساوي بعض سبايدر يساوي الستيل كلهم في نفس ال في نفس الشسمة في نفس المستوى من breaking point. طيب وش نستنتج هني نستنتج حين عرفنا breaking point نفسها breaking point يحددها وشو يحددها الستريس. فأنا أقدر أقول إن الستريس النقطة معينة للمادتين هو نفسها. فوش بقول تنسل strength متساوية هني بين الستيل وبين السبايدر سيلك تقريبا اقدر اقول تقريبا متساوية لانه تحملوا ضغط معين وبعدها انكسروا اثنينهم زين فهني فرق. طيب لكن الستيل طبعا ممكن يكون يختلف في شو اسمه في الكروس سكشن اريا بس لكن النقطة هني ان عند ستريس معين اذا كانوا متساويين في الكروس سكشن اريا فهم بينقطعوا يعني في نفس المستوى زين عند سيم ستريس both have about same tensile strength طبعا مو نفسها بالضبط لكن يعني تقريبا متساوية. طيب وش استنتج من هي قال لي many pliant اللي هي السوفت هذه المرة biological materials share this combination of low stiffness and large tensile strength زي وش السبايدر سيلك وش الأمثلة عليها التندونز زي الأوتار and walls of arteries اللي هي walls of arteries الجدران حق الشرايين. طيب صح انهم خلينا نقول مرنين يقدروا يتمددوا بسهوله ولكن هم لارج تنسل سترينث معناها ما ينقطعوا بسهوله وهذا فكره التنسل سترينث. طيب في البيولوجيكال ماتيريالز طيب مثال على ايضا العظم زين عظم عنده تنسل سترينث معين عندي نوعين من العظم اذا ما يعني تاخذوا هذا ان شاء الله مستقبلا او تعرفوا بعد لهم عندي الكومباكت زين اللي يسموه كورتيكال والكانسلوس اللي هو السبونجي. فاكيد الكورتيكال الكومباكت اللي هو وين يكون موجود في
يغطي اللي هو يغطي العظم غالبا، يكون وشه في الاوتر لاير اللي هي يعني في التغطيه، زين كفرينج ذا بون. وش سمي الكومباكت بون، الكانسلوس او السبونجي اللي يكون موجود في وشه في هذه الشافت، مو شافت اللي هي هذه، زين نهايات العظم، زين في الانس، زين في النهايات تكون عندي وشه سبونجي بون اللي هو العظم الاسفنجي نسميه. وبتاخذوا ان شاء الله في التفاصيل بعد هنا، يعني التفاصيل مو مهمه واجد، بس يبغى يبين لكم ان التنسل سترينث حقهم تختلف. طيب بالنسبه الى هذا السؤال، قال لي وش انورب سبايدر هاز ماس، اعطاني الماس حق السبايدر، ميك سيلكس وذ تيبيكال دايامتر، اعطاني الدايامتر، ذن ماجيولوس سبايدر سيلك اعطاني الواي، اند تنسل سترينث از اعطانيه. طيب قال لي في الفقره اي، في سبايدر سسبنس اتسلف فروم ا سينجل 2 سنتيمترز لونج. طيب فقال لي ان سبايدر تعلق في 12 سنتيمتر لونج سلك، زين السلك طوله كم 12 سنتيمتر، وجت تعلق فيه السبايدر. سبايدر الى وزن، الوزن هذه عباره عن وش، عباره عن قوه، فالقوه وش بتسبب لي، بتسبب لي ستريتش، زين فهو يبغى الستريتش هنا دلتا ال. طيب انا وش القانون اللي عندي، عندي القانون اف على اي تساوي وش واي دلتا ال على ال، هي ضرب طبعا بينهم، انزل ال، فهو ايش يبغى، يبغى مني الدلتا ال. طيب وش اللي اعطاني اياه، اعطاني الاف، لا ما اعطاني الاف، اعطاني الاي، لا ما اعطاني الاي، اعطاني ال، اعطاني الاي، والواي اعطاني اياه، فاذا وش هو، لا الاف اعطاني اياها ولا الاي اعطاني اياها، ولكن طبعا احنا نبغى الدلتا ال، ولكن اعطاني وش هو الماس، اعطاني الماس، من الماس بقدر اجيب وشه القوه او الوزن، ومن الديامتر اعطاني ديامتر هني، من الديامتر انا بقدر اجيب وشه الكروس سكشن اريا. طيب الوزن طبعا الاف او الوزن وش تساوي، تساوي ام في جي، معناها الماس ضرب 9.8، خلاص على طول نقدر نجيبه بكل بساطه. باخذ الاخضر، اوكي انزل الاي، كيف اجيب الاي، خلاص عرفته اللي هي باي ار تربيع، اعطاني ديامتر، فمعناها وشو، بقسم الدي على الدي على 2، بقول دي دي على 2 الكل تربيع، بجيب الكروس سكشن اريا. طيب والال بحاول اعطاني بالسنتيمتر، بحاول الى متر، طبعا لازم انتبه هنا وشو هذا، بعد الماس اللي اعطاني اياها عباره عن نص جرام مو كيلوغرام، انا هني ام جي على طول اطبق بالجرام، انا اطبق بالاس اي يونت، هذه بالكيلوغرام مفروض، فلازم اهم شيء احول الى كيلوغرام، بعدين اضربها 9.8 عشان اجيب الحل. طيب بعدها وش الحين باجي ارتب المعادله، دلتا ال، هذه دلتا ال بخليها في طرف لحالها، هذه بتروح فوق، هذه بتنزل تحت، تساوي وشو، دلتا ال تساوي اف ال، اف اي ال راحت هني، اف بتروح فوق اف ال، والواي بتنزل هي الاي، وش صار عندي اي واي. الحين باجي اعوض، جبت من هني الاف وجبت ال ان اعطاني اياها، حولتها الى متر، اضربها في 10 اس سالب 2، الواي الاي عفوا اعطاني اياها، زين او ما اعطاني اياها، انا اللي جبتها، زين من الديامتر الواي اعطاني اياها، اطبق على طول. طيب هذا جبت منه الدلتا. الحين في الفقره الثانيه قال لي واتس ذا ماكسيموم ويت ذات سنجل ثريد سلك كود سبورت، فاذا الماكسيموم ويت معناها وش يبغى، يبغى الاف ماكس، الاف ماكس، زين احنا او الاف ماكس وش هي عباره، زين وش القانون اللي في اف ماكس، تذكروا في اول سلايد او في ثاني سلايد يمكن، الاف ماكس من وين نجي، من قانون، من قانون التنسل سترينث، التنسل سترينث تساوي وش هو الماكسيموم ويت او الماكسيموم ستريس ذات اللي هو سنجل ستران ست، مو سنجل ستران، سنجل سلك كان سستين، يعني انك يقدر يتحمله. فالستريس عباره عن وش هو، عباره عن الماكسيموم فورس على الكروس سكشن اريا، فانا وش بقول، تنسل، انا بختصر زين، تنسل سترينث تساوي وش هو الاف ماكس على الاي. طيب هو ايش يبغى مني، يبغى مني الاف ماكس. طيب فطبعا هني لاحظنا انه وش هو تنسل سترينث ما استخدمناه في هذا القانون، صح
ما استخدمناه هني بس بنستخدمه هني. أعطاني معطى لكن يبغى وشو في السؤال الثاني. وعادي مثلا في الاختبار بعد يجيب نفس الشيء، زين يجيب مثلا نجيب من هذه أول خطوة بعدين نطبق، أو ممكن يعني يعطيني إنه معطى هني أجيبه من هني، معطى هني ما أعطاني إياه أجيبه من هني بعدين أطبقه هني، هكذا زين. يعني تكون في أكثر من خطوة. المهم الحين وش أبغى أجيب أنا؟ أبغى أجيب الإف ماكس. الإف ماكس وش تساوي؟ صارت تنزل سترينغث في الأ، هاي طبعا هي اللي بتروح فوق زين، تنزل سترينغث ضرب أ. الحين وش باجي أعطاني إياها؟ تعويض مباشر. الأ جبتها من هني زين على طول، فتعويض مباشر بيطلع لي الجواب. طيب الحين نجي إلى آخر سؤال في هذا الدرس. قال لي the femur إنزين عظمة في الجسم اللي هي عظمة ال والله شكلها شو اسمه عضلة عظمة اللي هي عظمة الفخذ إنزين femur the long bone in the thigh can be modeled as a tube of compact bone for the most of its length إنزين. فهو يقول لك وشو؟ إنها عبارة عن compact bone tube اللي هو tube of compact bone. The cross-section area of the compact bone in the femur of 70 kilogram person is هذا. هذا وش عبارة عن cross-section area؟ أعطاني إياه مباشر، مو زي الأسئلة اللي قبل أعطاني diameter أو أعطاني radius، لا أعطاني على طول cross-section area. طيب وهذا الشخص كم وزنه؟ 70 كيلوغرام. قال لي if this person supports his entire weight on one leg then what's the resulting stress of the femur. طيب هني وش هو اللي انا لازم اعرفه الحين؟ هو وش يبغى؟ يبغى السترس زين. السترس من قبل وش قلنا؟ السترس تساوي اف على اي. الاف اعطاني انتاير ويت على طول وزنه باجيبه، لكن الاي الحين انا لما اوقف زين، انا لما اوقف على رجل واحده ولا رجولين؟ اوقف على رجولين وضع الطبيعي زين، اتكلم عن الوضع الطبيعي. فالوزن يتوزع على هذه الرجولين وفي نفس الوقت توزع على هذه العظمتين، يعني اذا توزع على الرجلين بتوزع على العظمتين اقصد زين. فهني قال لي لا، هذا الشخص وقف على رجول واحده، معناه كل الوزن كل الحمل كل القوه صارت على هذه الليج على هذه العظمه زين. ف 70 كيلوغرام هذه اللي هي بسوى وزن ضربة 9.8 زين عشان طلع الوزن القوة على الأي زين on one leg زين على one leg، هذه عبارة عن leg واحدة زين. هني وش قال of the compact bone in the femur زين is، فعلى طول بعوض على العطاء أو بقسم على العطاني 4.8 ضرب 10^4 زين تعوين مباشرة. لكن لو قال لي إن لا هذا الشخص واقف عادي، فمعناه وش هو؟ بضطر أحسب الرجولين تمام. إنزين قال لي هذا السؤال الأول الفقرة الأولى. إنزين السؤال الثاني أو الفقرة الثانية by what fraction of its length does the femur short؟ وش يقصد هني؟ قال لي fraction معناها جزء أو نسبة أو نسبة. إنزين فيبغى نسبة الشورتن اللي هي خلينا نقول الكومباكت. حين اذا انا وقفت بسبب ضغط زين، هذا الضغط بسبب وشو؟ كومباكت زين. كومباكت يعني وشو؟ او كومبرس زين، عباره عن وشو؟ ان هذه العظمه شويه تنضغط زين فبيكسر طولها. فهو يبغى وشو؟ النسبه من الشورتن او التغير التشينج دلتا ال على ال. طيب الحين لا عندي لا اعطاني الدلتا ال ولا اعطاني ال، طيب من وين اجيبها؟ ها وش رايكم من وين اجيبها؟ وش القانون اللي في دلتا ال وال؟ نرجع الى القانون اللي اخذناه في البدايه، اف على اي تساوي واي دلتا ال على ال. عندي الاف عندي الاي واعطاني الواي هنا يونغ ماجلوستك اعطاني اياها زين. فانا وش بسوي؟ برتب المعادله عشان هذه الدلتا ال عشان هذه وتصير لحالها في طرف. فوش بقول؟ بقول دلتا ال على ال اف اي زين اف على اي هذه وشو؟ لحالها زين في الطرف كانت الواي وانا بتنزل تحت ويا الاي، فبقول واي الاف عندي ويا الاي عندي ويا والواي اعطاني اياها هذو هني، فبطبق تطبيق مباشر بس. لكن
كل الفكرة في وشه في أن أول حاجة أعرف أنه فراكشن يبغى النسبة دلتا على L، وبعدين في ترتيب المعادلة الاف عندي وياها والاي زي ما قلنا اعطاني. طبعا هو يبغى الى هذه الحاله نفسها، زين، انه هو واقف على رجل واحده والواي اعطاني وياها، وبيطلع الجواب. عاد ما ادري كم عليكم تحسبوه. تطبيق مباشر، وهذا كان ختام الدرس. وطبعا الحين بالنسبه للمد اتوقع اني بالنسبه للتمريض خلصنا الجزئيه داخله في المد، والله يوفقكم وان شاء الله فالكم على الدرجات.